في اليوم الثاني من تظاهرة الدورة الرابعة تظاهرة فرجة وحكاية. اطلقنا مع عازف السكسوفون فرحات بن حميدة ورشتنا اليوم الثاني، ونختتمه مع مجموعة الدنيا الحكاية. بالنسبة للورشات فما ورشة خزف، ورشة خط، ورشة تحريك الدماء، ورشة الرسم، ورشة الرسم الحر، رسم تكنيك دو بوشوار ورسكلا. واللي يقوموا بتنشيط الورشات هما زملائنا مناشطين في دور الثقافة، مناشطين فنون تشكيلية. ويختتم النشاط غدوة إن شاء الله في مركز فوسي فوسي مع حكاية جدو نوار للأطفال، حكاية للأطفال.